موجز لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض، أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي والمتضمن ترفيع مجموعة من القضاة إلى أدنى مربوط الدرجة العليا. تفقد رئيس الوزراء عمر الجزاز ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي لدى زيارتهما صباح اليوم مركز حدود المدورة الإجراءات التي تتخذها جميع الأجهزة العاملة في المركز لاستقبال وخدمة الحجاج الأردنيين والفلسطينيين. دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة النواب لاجتماع الاثنين لمناقشة اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية تخفيض التوتر بين الهند والباكستان واعتماد الحوار سبيلاً لتجاوز الأزمة بين البلدين. الأمن يتعامل مع قضيتي قتل و43 جريمة سرقة جنائية خلال العيد. مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. وصولاً إلى الحالة الجوية المتوقعة، أجواء حارة نسبياً في معظم مناطق المملكة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها على موقعنا الإلكتروني الدستور.com. ختام الموجز، في أمان الله.